التقرير التالي يتحدث عن الأهلي المختلف، واللي ختمنا فيه أصلاً فقرة بانوراما. الأهلي هالموسم يختلف تماماً عن أي أهلي في المواسم الماضية. نتابع التقرير. عاد الأهلي بعد غياب طويل عن مراكز المقدمة، عاد لمحبوب افتقده كثيراً، عاد لوصال اشتاقت له جماهيره، عاد غير آبه بكل ما قيل أو سيقال. الأهلي منذ تحقيقه للقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الفائت ولغة الانتصارات لم تفارقه، فلم يعد هناك طموح سوى كسب المزيد من الألقاب لتعويض عشاقه ألم الفراق الذي لم تعتده جماهيره الراقي في الصدارة. نحن أمام حقيقة وواقع نعيشه، 36 نقطة والقادم سيكون أرقى وأحلى مع نجوم طغت عليهم نكهة الانتصار، أما غير ذلك فيبدو أنه سيطول البعد عنه مع تلك الكوكبة المتناسقة ابتداء من أعضاء الشرف مرورا بإدارة النادي والمشرفين على كرة القدم ونهاية بنجوم الفريق الذين أوصلوا الفريق لما هو عليه الآن. مباريات الفريق هذا الموسم كشفت عن الوجه الحقيقي للفريق والذي يتمنى الأهلاويون رؤيته ويتفاخرون به. الجولة 15 تنقضي وأحد عشر انتصارا كان آخرها على النصر في الرياض بالثلاثة تسجل للفريق مقابل خسارة واحدة كانت أمام الهلال قبل 100 يوم وثلاث تعادلات. الحصيلة 36 نقطة ومشاركة في الصدارة. منذ زمن يا أهلي لن نشاهدك هكذا، فعودا حميدا لمكانك الطبيعي يا راقي، فقد اشتاقت الكؤوس لأنامل لاعبيك ولعلها أكثر شوقا لعمل توسيع لخزائن قلعتك حتى يطيب لها المقام في المكان الذي ترتاح فيه. وهل هناك مكان أبهى وأرقى من قلعة الكؤوس؟ حسن، ايش اللي صار هالموسم وخلى الاهلي يختلف عن المواسم الماضيه؟ يعني يشارك الهلال في الصداره، يزاحم الشباب، يهزم الاتحاد، يهزم النصر، يعني هذه الانديه كانت بالنسبه لل يعني بالذات الاتحاد والصداره بالنسبه للاهلي ما كانت شيء سهل. الان الامور بس واضحه انه للجمهور الاهلاوي انه في الملعب الامور صارت سهله بالنسبه للاهلي. طيب تركي، بس خليني ابدا لك من الموسم الماضي. انا كنت في حديث اليوم مع الاخ والصديق طبعا طارق كيال، يعني حديث يعني اخوي يعني بعيدا عن اي كصحفي وزي كذا، فكان يقول لي حسن في بدايه في القسم الاول من الموسم الماضي مثل هذه الفتره انهى الاهلي الموسم بظن 11 نقطه، كان الجمهور كله بيسالنا يقول شوفوا لنا حل، ما نبغى فريق يهبط للدرجه الاولى لانه الفريق وصل في بعض المراحل الى العاشر او الحادي عشر في بعض المباريات، يعني كان يقول ابحثونا عن حل ما نبغى فريق يهبط. السنه دي في نفس الفتره وفي نفس التوقيت الجمهور بيقابلوهم يقول لك كيف نقدر نحقق بطوله الدوري؟ يعني اديك التباين الكبير بين فتره كان يبحثون عن عدم الهبوط والان يبحثون تفكيرهم في تحقيق بطوله الدوري. نعم، اللي حصل في الاهلي تركي انه كان من هي العمل، على فكره العمل مو بدايه مو هذا الموسم، مع بدايه القسم الثاني من الدوري في الموسم الماضي، بدليل انه الاهلي في القسم الثاني من الدوري الموسم الماضي كان اكثر فريق تحقيق الانتصارات بعد الهلال. انهى الموسم ببطوله كاس خادم الحرمين الشريفين امام منافس وهي الاتحاد، ثم بعد ذلك بدا رسم خطه طريق او خارطه طريق لهذا الموسم. يعني اعتقد انه التعاقد مع كوماتشو الفريق كان يحتاج لاعب بنفس هذه المواصفات، لاعب خلال هذا الموسم يعني 24 هدف صناعه واربع اهداف تسجيل لكوماتشو، يعني على الورق ناجح جدا، يعني نسبه كبيره من النجاح. الامر الاخر التعاقد مع بلومينو، التعاقد مع جهاز فني، ثم استقرار اداري، وقبل كل ذلك دعم شرفي. يعني اعتقد انه فريق يمتلك عضو شرف بمواصفات الامير خالد مع عبد الله وعشق الامير خالد مع عبد الله وحضوره ودعمه اعتقد انه ما ينخاف عليه، ممكن يكبو لكنه ما يسقط. يعني هذا اللي بيقدم الامير خالد مع عبد الله. الاهلي خلال الموسم الماضي كان يتحدث ايضا طارق كيال والامير فهد بن خالد التقيهم اكثر من مره، كان يقول احنا ما نتحدث عن لاعب، نتحدث عن فريق، نبغى نصنع فريق ما نبغى نصنع نجم.
هذا اللي حادث الآن. الأهلي الآن نفس النهج نفس الأداء ما بيختلف، يعني حتى لو غاب لاعب لاعبين لكن تحصل أداء فريق داخل أرض ملعب هو نفسه واحد ما يتغير. وبالتالي الأهلي الآن إنهم صنعوا فريق يعني كصناعة يعني لحد الآن ممتازة جدا، توصل إلى نسبة 80-70%. نعم الفريق يحتاج، نعم يحتاج إلى تدعيم صفوفه، لا دائما يعني سقف المطالب عند الجماهير ارتفع مع ارتفاع المنافسة ومع ارتفاع الطموح. أعتقد إنه الآن وجود على دكة البدلاء لاعبين شباب مثل ياسر الفهمي، محمد آلفتيل، محمد مجرشي، أحمد درويش استعاد بعضهم من مستوى، أعتقد إنه دعامة قوية للفريق. وبالتالي الأهلي مختلف لهذه العوامل اللي ذكرتها، أنه كان فيه عمل تكاملي شرفي وإداري وحتى جماهيري. لا أنسى دور جماهير الأهلي على فكرة كانت محفزة، يعني كانت سبب في حصول الفريق حتى على بطولات العام مختلفة على ملعبها اليد والطائرة، خسر خارج ملعبه وفي صالة جدة حقق بدعم أكبر من الجمهور. وبالتالي هو عمل تكاملي، جمهور يعني جماهير وأعضاء شرف وإدارة وجهاز فني وإداري، كل هذه الأمور توحدت وتضافرت الجهود وكونت الفريق الحالي نتج عنها. طيب خلينا نشوف رايكم. نعم كونت الفريق الحالي. أنا نتفق مع أخوي حسن، ولكن في شيء مهم أن العمل الإداري الجيد لابد أن ينتج عنه عمل فني جيد داخل الملعب في أكثر الأحوال. الأمير فهد بن خالد من تولي رئاسة النادي وهو يعني اتخذ قرارات أنا أراها أنها صعبة جدا، منها إبعاد بعض اللاعبين الذين لهم جماهيرية كبيرة، ولكن كما يراه مع الجهاز الفني لديه بأنهم لم يعد يستطيعوا أن يخدموا النادي الأهلي. أيضا التعاقد مع مدرب رائع هذا الموسم، وكلمة السر في نادي الأهلي حاليا هو كوماتشو، لكن يجب على الأهلاويين أن يعلموا أن لديهم مشاكل فنية داخل الملعب. إذا أرادوا مواصلة هذا التوهج ومواصلة المنافسة على البطولات سواء هذا الموسم ومواسم قادمة، عليهم أن يصلحوا قلبي دفاع النادي الأهلي. لديه مشاكل في المناطق الخلفية، اختبر مرة واحدة أمام نادي الهلال وهزم 4-0. على النادي الأهلي معالجة هذا الخلل الذي أراه هو الخلل الوحيد داخل الملعب على الأقل من وجهة نظري.